في اليوتيوب تكون مشاركة الجمهور قيمة للغاية، لذلك يوفر لك اليوتيوب نفسه بعض الميزات التي تزيد من مستوى المشاركة بين قناتك والمشاهد. إحدى هذه الميزات هي إضافة بطاقة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك. إذن كيف سوف نقوم بتفعيل هذه البطاقة؟ قبل أن نقوم بشرح الطريقة والتفاصيل، أدعوكم إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون إن شاء الله بكل جديد القناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوان الكرام، تابعا أو تتم لحلقات أو كورس الخاص باليوتيوب. اليوم إن شاء الله بعد أن شرحنا طريقة إنشاء أو إعادة استخدام شاشة النهاية، اليوم سوف نستخدم طريقة أو كيف نقوم بإنشاء بطاقة خاصة للفيديوهات الخاصة بنا. فالمشاهد عندما يقوم بالدخول إلى إحدى الفيديوهات التابعة لك، فلنفترض أنك تقوم بمثلا عمل دورة مثلا على تويتر، فمثلا أنت قمت بإنشاء حلقة سابقة فيما يخص إنشاء حساب مثلا تويتر، عندما تقوم بنشر فيديو آخر مثلا كيف تقوم بتغيير كلمة سر أو كيف تقوم باستعادة كلمة سر أو شيء من هذا القبيل، فالبطاقة عندما تقوم بإنشاء بطاقة سوف تظهر له في الفيديوهات لكي يقوم بمشاهدة حلقة سابقة. كيف ذلك؟ فالعملية بسيطة جدا، كل ما عليك فعله هو عندما تقوم برفع فيديو على اليوتيوب مباشرة سوف تجد هنا ترجمة إذا كانت الفيديوهات الخاصة بك تقوم بعمل ترجمة لها، كذلك شاشة النهاية سبق نشرحناها. الآن سوف نشرح طريقة وإضافة بطاقة أو إنشاء بطاقة، نقوم بالنقل عليها بهذا الشكل. بعد أن تقوم بالنقل عليها سوف تظهر لك بهذا الشكل، لاحظوا معي هنا يرجو اختيار نوع البطاقة للبدء. هنا لديك أربع خيارات، الخيار الأول هو الفيديو، يعني يمكنك أن تقوم بإضافة فيديو. على سبيل المثال سوف أقوم بإضافة أي فيديو من هذه الفيديوهات، كما تلاحظون معي هنا لدي العديد من الفيديوهات. على سبيل المثال أنا سوف أقوم كيف أقوم بإنشاء الحساب التويتر، على سبيل المثال سوف أقوم بإضافة هذا الرابط. هنا يمكنك أن تقوم بوضع وصف، على سبيل المثال تقوم بكتابة أي شيء مثلا كما هو مذكور هنا، إنشاء حساب تويتر بدون رقم هاتف، على هذا الشكل تقوم بإضافتها. عفوا، يمكنك أن تقوم بعملية التعديل، سوف أقوم بالبحث عن الدرس، هذا هو الحلقة، سوف أقوم بإضافة الرسالة هنا، هذه الرسالة سوف تظهر للمتابع هنا كيف إنشاء كما تقول حساب تويتر، فعندما يقوم بمشاهدة الفيديو سوف تظهر له هذه البطاقة، وهنا لديك مجموعة نص محفز على سبيل المثال، وهنا يمكنك أن تختار مثلا الوقت وكذلك في البطاقة، هنا يمكنك أن تقوم بعملية التحديد الفترة التي يمكن أن يتم مشاهدة فيها البطاقة. كما قلنا هذا بالنسبة للخيار أول خاص ب كما قلنا البطاقة، كذلك هنا يمكنك أن تقوم، سوف أقوم بحذفها، نقوم بشرح كل هذه التفاصيل هنا. إذا كنت تريد أن تقوم بإضافة قائمة التشغيل، على سبيل المثال عندنا لديك حلقات خاصة بكورس التويتر، تقوم بإضافة التويتر بهذا الشكل. هنا كذلك سوف تقوم بكتابة رسالة تحفيزية، نفس الشيء هنا بالنسبة لنص الجملة محفزة. كذلك هنا قناة، يمكنك أن تقوم بإضافة القناة الخاصة بك، على سبيل المثال شروحات. كما تلاحظون هنا سوف يعطيك مثلا هذه القناة الخاصة بي، تقوم بإضافتها، فالبطاقة هنا يقول لك يجب أن تتضمن بطاقة قناة أو رسالة مخصصة. على سبيل المثال نحن فقط لعملية التجربة هنا رابط، يمكنك أن تقوم بوضع رابط مثلا رابط خاص بالمدونة الخاصة بك على سبيل المثال. على سبيل المثال نقوم بإضافة رابط خاص بالموقع الخاص بنا، نقوم بعملية التطبيق، فتم رفضه. لماذا؟ يجب أن تقوم بوضع رابط الخاص ب مثلا فيديو معين. على سبيل المثال أنا لدي مجموعة من الفيديوهات، على سبيل المثال سوف أقوم بتحميل هذا الرابط الخاص بهذا الفيديو، تقوم بوضعه هنا، فالروابط الخارجية لا يقبلها على ما أعتقد، ثم تقوم هنا بعملية التطبيق،
يجب إضافة عبارة تحت المستخدم. هنا يمكنك أن تقوم بإضافة مثلا عبارة أو شيء من هذا القبيل. مثلا سوف أقوم بكتابة مرحبا. على سبيل المثال هنا رسالة تحفيزية، كذلك نقوم بإعادتها مرة أخرى هنا. وهنا يقول لك بالنسبة للصورة التي تم اختيارها كما تلاحظون معي الآن، حتى تم إضافة البطاقة هنا كما تلاحظون تظهر الرسالة. لذلك كما قلت لكم هذه البطاقة فهي رائعة جدا، تسهل كذلك في عملية زيادة مشاهدات الفيديوهات الخاصة بك. أنا سوف أقوم باختيار كما قلت لكم هنا، سوف أقوم بوضع كيف إنشاء حساب على هذا الشكل. على سبيل المثال أنا قمت بكتابة كيف إنشاء حساب تويتر، سوف أقوم بإعادتها مرة أخرى حتى أن المتابع عندما يشاهد مثلا حلقة متعلقة بكيف استعادة كلمة سر أو كيف تفعيل الرسائل الخاصة على تويتر، سوف يشاهد هنا كيف إنشاء الحساب. سوف يكون لديه حب استطلاع، وكذلك إن كان يرغب في إنشاء حساب فسوف ينقر على هذه البطاقة. وهذه البطاقة كما قلت لكم فهي رائعة وتسهل عليك زيادة مشاهدين على القناة الخاصة بك. ثم بعد ذلك سوف تقوم هنا بعملية الحفظ كما تلاحظون الآن، ها قد تمت إضافة البطاقة بنجاح. الآن كل ما علينا فعله هو أن نقوم بمشاهدة الفيديو الذي قمنا بتعديل البطاقة عليه. على سبيل المثال هنا ننتظر قليلا حتى يتم فتح الفيديو لنشاهد البطاقة التي قمنا بإنشائها على سبيل المثال. بعد أن يتم بدء الفيديو تلاحظون معي هنا هذه هي البطاقة كما تلاحظون معي، سوف تظهر بهذا الشكل، ويمكن المتابع أن يقوم بالنقر عليها ويتم توجيهه مباشرة لمشاهدة الحلقة. كما قلت لكم فالعملية رائعة جدا. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.